وصفة اليوم رايحة تنسيك في اللي سبقه، كيش الدجاج بواحد لاباط تجي محمرة ومقرمشة، ولا هديك لافارس اللي تجي مفرمجة ومشخشخة ومعمرة بالبنة. في الغسيبيون رايحة نحط كاس حليب اللي يكون دافي، وزوج مغارف كبار زيت نباتي، ونضيف عليهم ثلاث مغارف كبار من زبدة أو المارغرين اللي تكون دايبة وباردة، وحبة بيض اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ مع ملعقة صغيرة ملح، ونخلط الكل مع بعض حتى يتجانسوا بالفوي. ومن بعد رح نبدأ نضيف الفارينة مع ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية. نضيف الفارينة تاعي بالتدريج وراني نطم هكذا بيدي حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية وما تلصقش في اليد. نلبها مليح بهذه الطريقة، من بعد رح نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح مدة 20 دقيقة. وفي هذا الوقت نروحوا نحضروا مع بعض لافارس. في مقلاة فوق نار اللي تكون متوسطة حطيت هنا يا حوالي 3 مغارف كبار زيت نباتي، ونحط حبة بصل اللي تكون مقطعة مربعات صغيرة، ونقلي هذاك البصل تاعي حتى يدبال. بعد ما يدبال البصل راح نضيف له هنايا نص صدر دجاج اللي يكون مقطع مربعات صغيرة، نقلي شوية هذاك الدجاج تاعي. من بعد راح نكهوه بالملح وشوية رأس الحانوت وفلفل أسود وزنجبيل وعندي كركم، ونسكرفج عليه زوج فصوص تاع الثوم، ونخلطهم كامل مع بعض ونخليهم حتى هذاك الدجاج يطيب وينشف من كامل الماء اللي فيه، ونطفي عليه النار ونخلي هذاك الحشو تاعي يبرد بجهه، ونرجع للعجينه بعد ما جست عليها 20 دقيقه. هاي لكم العجينه تاعي، راح نلقاها بزاف طريه وملساء، يعني كي ريحت رايحه تطلق روحها وتجينا بزاف سهله. هنا اللي تحب تفتحها فوق كيس بلاستيكي، ولا ترش شويه طاوله العمل تاعها بالفرينه، ولا تفتحوها كيما نايا عادي. نفتحها بالرولو بسمك يكون حوالي 3 ملم، ما تعملوهاش رقيقه بزاف وما تعملوهاش خشينه بزاف، يعني في المتوسط. ومن بعد راح نحطها في المول اللي راح نطيب فيه، نسويها ونضغط عليها هكذا باش العجينه تاعنا تدي الشكل تاع المول. وين لقيتها تكون خشينة لاباط نحاول اني نقص فيها ونتخلص من هذا كامل زائد بهذا الشكل. وهذيك العجينة اللي تبقت لي راح نعملها في ديمول صغار هكذا. من بعد راح نخدم مليح هذيك لاباط، لازم نوزعها ولا نوصلها حتى الحافة تاع الصينية. من بعد راح نتقبها مليح بالفرشيطة ونخليها بجيه، وبجيه رايحة نحط هنايا زوج حبات بيض، نضيف عليهم علبتين تاع الياغورت طبيعي اللي تقدروا تعوضوه بكاس تاع لا كريم فريش. وبما اني انا هنايا عملت الياغورت طبيعي رايحة نخففه بشويه تاع حليب، يعني اعملوا حوالي ربع كاس تاع حليب، ونضيف كميه مليحه تاع فخوماج، اعملوا فرماج طري ولا فخوماج بورسيون ولا الجبن موتزاريلا، يعني واش كان متوفر عندكم. من بعد رايحة نخلطهم مليح بالفوي حتى يتجانسوا، ونجيب هذاك الحشو ولا هذاك الدجاج تاعنا ورايحه نفرغو هنايا في هذا الخليط. وهذا الدجاج لازم يكون بارد، يعني بعد ما برد مليح. نضيف ايضا كميه مليحه تاع المعدنوس ونخلط الكل مع بعض، ونجي هنايا ونعمر لاكيش تاعي، ونفرغ هذاك الخليط في المول ونوزعه على كامل المول بهذا الشكل. من بعد راح نسكرفج عليه هنايا شويه تاع الفرماج، ومباشرة ندخلوا للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 200 درجة، خلوه حتى يدي تحميرة باش يجينا مقرمش وبنين. وهاوليكم بعد ما خرجتو من الفرن بزاف بنينة هاد لاكيش البنات، نتمنى انكم تجربوها. وهاي لكم بعد ما قطعتو شوفوا النتيجة كانت بزاف واعرة. ما تنساوش تسيبوا الوصفة وما تنساوش تستناوني في وصفة جديدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.